طيب، أنا جوهر القحطاني، عضو هيئة تدريس بجامعة الأمير سلطان بالخرج. حقيقة سعدت بتواجدي اليوم في المؤتمر الدولي للهوية الوطنية التي تكرمت جامعة شقرة وبادرت بإقامة مثل هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان لموضوع هو جدا موضوع مهم ومحوري. الهوية الوطنية موضوع مهم جدا ويؤثر على استقرار الدولة وأمنها وتنميتها. حضرت العديد من الكلمات اللي ألقيت اليوم لأعضاء هيئة تدريس وأصحاب سمو، وحضرت ورشة عمل على هامش المؤتمر تحدث عن دور القيادات في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، وصراحة كانت تحمل الكثير من المعلومات الثرية التي تساهم فعلا في تعزيز مفهوم الوطنية لدى أفراد المجتمع. أنا سعيدة بتواجدي اليوم ونشكر الجامعة مبادرتها بإقامة مثل هذا المؤتمر الذي نحن فعلا في حاجة إليه. ربط اقطع الأخير هذا، تقدر تقطع.